على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. الكثير يتحدث عن جوليان ألفاريز وما يمكن أن يقدمه منذ ظهوره بشكل قوي في بطولة أمريكا الجنوب. جوليان ألفاريز، تسديدة رائعة. روميرو، هذه كرة هدف، دي ماريا، هدف للأرجنتين. الأرجنتين يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. غابت عن الفريق الحلول واستسلم للضغط وفقد الكرة دون تشكيل أي خطورة تذكر. سجل هدف وحيد في هذه المباراة وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. النتيجة 1-0. يغير اتجاه اللاعب على الجناح والآن فرصة، وهنا التسديدة، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. وصلت إليه، ممتاز في التمرير. يا لها من مراوغة، يا لها من فرصة. ميسي غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار فضاعت منه الكرة في آخر المشوار. يلعبها لمنطقة الخطر. النتيجة 1-0 فقط لكن المباراة كانت تقريبا من جانب واحد. يحولها للجهة اليسرى، كرة خطيرة إلى الأمام، الكرة تصل إليه. والبينية تبحث عن المنطلق، الكرة ملعوبة من مسافة. وانتهى الشوط الأول. بعد شوط أول نستطيع أن نقول أن هذه المباراة لم تكشف كامل أسرارها بعد، ما زال هناك الكثير في هذه المواجهة. روية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول، جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء. هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير، هم عليهم أن يجيبوا. الأرجنتين يتقدم هدف قابل لا شيء في شوط المباراة الأول. عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. هدف يبعثر أوراق المجموعة. تصبح هجمة مرتدة الآن. مرت الكرة. The attendance for this match was 71,898. مارتينيز، بينية جميلة، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. واضح أن الفريق لا يغامر في الشوط الثاني من هذه المباراة، تقريبا يسخر إمكانياته وطاقاته للدفاع عن النتيجة بدلا من الهجوم وتعزيزها.
لعبة من بعيد، دي ماريا موجود لإبعاد الكرة. يا عيني شوف كيف يتعامل مع، يمكن يسجل، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. يبحث عن المهاجم، ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. بينية رائع ليونيل ميسي، أي فرصة ضاعت هنا. كرة قوية الآن، يخطف الأنظار هنا في هذه الكرة. مثل هذه اللقطات تكون ملهمة للكثير من المدافعين. الأرجنتين يحصل على ركنية ثالثة، يشتت الكرة بعيدا على الطاير. الأرجنتين أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. There will be 3 minutes added time. كرة طولية مباشرة للأمام. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. فوز هنا بنتيجة 1-0. النتيجة توضح أن الفارق اليوم حدث من خلال الدفاع الناجح اللي تمكن من المحافظة على نظافة الشباك. روميرو رجل مباراة اليوم عن جدارة وإستحقاق.